السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. نبدأ هذه الحلقة من محاورها: الأقليات القومية واستحقاقات المرحلة في بلدنا العراق، ودور هذه الأقليات في بناء العراق الجديد لاسيما بعد عام 2003، ومستقبل الأقليات والظروف الراهنة التي تحيط بها، والدستور العراقي وحقوق الأقليات التي كفلها. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى التقرير لبدء حلقتنا. رغم كل الشعارات المرفوعة للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الأقليات في ظل العراق الجديد، نلحظ أن الواقع لا يمت لهذه الشعارات بصلة. فالأقليات إذا ما استثنينا منهم الكرد تعاني التغييب والتهميش. حتى أمست مقاعد الكوتا للأقليات محط أطماع الكتل الكبيرة للاستحواذ عليها. فالتركمان الذين يمثلون المكون الثالث بعد العرب والكرد يعانون بدورهم تهميشا من العرب تارة ومن الكرد تارة أخرى. فعند الحديث عن المناصب السيادية تحتم الديمقراطية الجديدة على أن يشغل الكرد مقعدا فيها، بينما يتم تهميش التركمان في إقليم كردستان في حين يشغلون القومية الثانية، وتكتب في الكتب الرسمية اللغة الكردية وتستبعد اللغة التركمانية بينما هي تعتبر اللغة الثالثة في العراق. فموازين الديمقراطية في بلادنا تختلف حسب المصالح والأجندات. ويرى محللون أن الأقليات ظلمت مرتين: الأولى حين تم منحها كوتا لا تتناسب مع حجمها الحقيقي وجذورها التاريخية، والأخرى حين لم تتكفل قوانين الانتخابات بحمايتها من سطوة الأحزاب الكبيرة. ويؤكد آخرون أن التفاف بعض الأحزاب على مرشح الأقليات يمثل سرقة واضحة لحقوق هذه المكونات التي تمثل جزءا لا يتجزأ من المجتمع العراقي، لا سيما أن العراق يعتمد الديمقراطية التوافقية التي تضمن تمثيل جميع المكونات في البرلمان، موضحة أن هذا الأمر يحتم وجود قوانين تحمي حقوق الأقليات. فالأقليات هي الخاصرة الرخوة في جسد العراق الموحد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب في هذه الحلقة حول الأقليات والأكثرية في العراق بالنائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية العراقية. سيد أرشد، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. ذكرتم سيد أرشد في تصريحات لكم أنه يجب أن تدار الدولة من قبل جميع المكونات، يعني ماذا تقصد بذلك؟ هل هي اتفاق بعد 2003 أم هناك مادة دستورية، لاسيما أنه تدار الدولة من قبل الأكثرية البرلمانية؟ شكرا جزيلا. مع تحفظي الشديد على كلمة المينوريتي، الأقليات، باعتبار أنا لست من الأقليات وأنا أحترم الأقليات الدينية والعرقية وأدافع أيضا عن حقوق إخوتنا المسيحيين والأيزيديين والشبك، باعتبار أن الأقلية تختلف عن المكون الآخر. الأقلية تأخذ كوتا في مجلس النواب العراقي، أما القومية التركمانية حاله حال القومية الكردية، يدخل الانتخابات ويحصل على مقاعده النيابية بالتمثيل الشعبي دون حصولها على مقاعد بنظام الكوتا. ولكن لها كوتا، الكرد لهم كوتا، الكرد لهم كوتا ولو بشكل غير، يعني لهم احدى الرئاسات الثلاث لازم. لا، الكرد يهيمنون على الكوتا، الكرد يهيمنون على مقاعد الاخرين بنظام الكوتا، يستخدمون اسلوبا اخر بالحصول حتى على مقاعد المسيحيين، وحتى الأخوة الشيعة هذه المرة حصلوا على مقاعد الشبك للأسف. يعني الأقليات أيضا غير متحررين، وإنما الشيعة والكرد يحصلون على مقاعدهم كل بطريقته الخاصة، لا أريد الخوض في هذا التفصيل. أما بخصوص قانون حماية الأقليات، هنالك قانون نحن
عملنا من أجلها، وهي قانون تنظيم حقوق التركمان، باعتبار أن مجلس النواب العراقي صوت في عام 2018 في جلسة 28 مارس باعتبار التركمان حاله حال الكرد قومية أساسية بالعراق، وعلى أثرها قرر مجلس النواب العراقي تنظيم قانون شؤون التركمان بالعراق. لكن كان هنالك اعتراض من قبل الأقليات الدينية والعرقية عليها، لذلك لم يرى النور خلال الدورة الماضية. في نفس الوقت أنا باعتباري كنت رئيسا للجنة حقوق الإنسان النيابية عملت على تنظيم حقوق الأقليات الدينية والعرقية وقانون حماية التنوع وقانون المساواة، وباعتقادي هذه الدورة فرصة سانحة لنا أن نشرع قانونين، قانون تنظم شؤون تركمان العراق حسب المواد الدستورية وحسب قرار مجلس النواب العراقي، وقانون تنظيم شؤون الأقليات الدينية أو المكونات الدينية والعرقية التي تحصل على مقاعدها بالكوتا، ممكن أن ننظم لها قانونا كي تخرج من سطوة الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة التي تهيمن على مقدرات هذه المكونات العرقية. طيب، ولكن ذكرت يعني سؤالي هو كيف يجب أن يدار العراق بقرار مشترك من جميع المكونات؟ هل النظام الحكم في العراق برلماني أم مكوناتي؟ العراق بلد التنوعات، وشيء طبيعي أنه تكون هنالك إدارة لكل المكونات في الحكم. طيب، نحن نسأل صناع القرار السياسي في العراق، لماذا يصنع القرار السياسي في العراق من قبل الشيعة والسنة والكرد؟ لا يوجد هنالك صانع قرار سياسي تركماني، لا يوجد هنالك صانع قرار سياسي مسيحي في سدة الدولة العراقية. طالما البلد دولة المكونات، دولة الأعراق، فيجب أن تحترم كافة المكونات كل حسب وضعه السياسي والاجتماعي، ولا يجب أن يستغل الأقليات الدينية والمكونات الأخرى من قبل الكتل الكبيرة. الدولة يجب أن تدار من قبل كافة مكونات الشعب العراقي. اليوم مجلس النواب العراقي ممثلا به كل المكونات، ولكن الدولة العراقية، السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية لا تدار من قبل مكون واحد أو من قبل مكونين أو ثلاثة. لذلك يجب تغيير مسار النظام السياسي بالعراق بحيث يكون كل مكونات الشعب العراقي تشترك في صنع القرار السياسي العراقي. طيب، كنتم تأملون أن تحصلوا على منصب نائب رئيس الجمهورية، ولكن قبل قليل كان هناك بيان على صفحتكم على الفيسبوك يتحدث ويتأسف لعدم منحكم هذه المناصب. هي ليست تمني ولا ترجي، وإنما استحقاق. لذلك إن كانت تمني أو ترجي أن نطلب هذا الأمر من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء لا نريدها، لكن هي استحقاق قومي واستحقاق انتخابي. الاستحقاق القومي حالنا حال الكرد أن نحصل على أحد المناصب السيادية في البلد، وبالنسبة للاستحقاق الانتخابي لدينا أكثر من 9 مقاعد نيابية، لابد أن نحصل على كابينة وزارية على الأقل. هي ليست وزارة واحدة، ولكن ممكن أن يكون وزارتين، 9 نواب ليست بالقليلة. لذلك هذه ليست أمل ولا ترجي ولا تمني، بل سنطلب بكل قوتنا أن يكون هنالك تمثيل سيادي في صرح رئاسة الجمهورية وتمثيل في كابينة السيد عادل عبد المهدي. ولكن ذكرتم في إحدى تصريحاتكم أن أغلب الوزارات تم توزيعها طائفيا وقوميا وحزبيا واستثنيت تركمان، كيف؟ صحيح، ولا زلت أقول هذا الكلام، والدليل 14 الوزارات وزعت ما بين الشيعة والسنة والكرد، وكان هنالك 8 وزارات باقية، فيجب أن يكون هنالك تمثيل
للقومية التركمانية في الكابينة، ولدينا تحرك بهذا المجال مع السيد عادل عبد المهدي بضرورة إعطاء واحد من هذه الوزارات، ويبدو أن وزارة التخطيط هي الآن من حصة القومية التركمانية هذه المرة. طيب لماذا تم إبعادكم عن مفاوضات تشكيل الحكومة؟ يعني بالمناسبة ليس أنتم فقط، حتى المسيحيين يشكون ذلك. لا، نحن كنا موجودين ضمن كتلة الإصلاح والإعمار، وأنا مشارك رئيسي في كل الاجتماعات. كان هنالك توزيع الأدوار ما بين الإصلاح والبناء، وحتى توزيع المناصب موجود بين الكتلتين الرئيسيتين أيا كان شكلها. قسم منها فوضوها للسيد عادل عبد المهدي باختيارها، لكننا أيضا كنا طرف رئيسي في كتلة الإصلاح، بحيث كان لدينا مطالب من كتلة الإصلاح وهم مستمرين في التفاوض مع كتلة البناء بهذا الخصوص. النائب الثاني لرئيس البرلمان هو تركماني. نعم. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تركماني. يعني الرجل نعم من محافظة أربيل، ولكنه من استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني. الرجل نعم لا ينكر هذا الأمر، ولكن يجب أن لا يفهم بأن هذه هي من حصة المكون التركماني، وإنما من حصة المكون الكردي وتحديدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني. والرجل موقفه جيد مع كافة الكتل السياسية بما فيه مع التركمان أيضا. هل أخذتم استحقاقكم في إقليم كردستان كمكون ثاني؟ لا، بالعكس، إقليم كردستان أيضا استحوذ على مقاعد الكوتا في قضية التصويت الخاص، وحصلنا نحن في الجبهة التركمانية على مقعد واحد حر، لكن المقاعد الأربعة للأسف محسوبة على تركمان، ولكن يبدو أنهم محسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن قضية التصويت الخاص التي تدار من قبل حكومة الإقليم يوصى لهم بإعطاء أصواتهم إلى هؤلاء الأربعة، وهذا أسلوب خاطئ. وحتى كوتة المسيحيين أيضا محسوب اليوم للديمقراطي الكردستاني، لذلك سنبادر هذه المرة بإلغاء التصويت الخاص للأقليات للكوتا، كي يبقى المجال مفتوحا أمام الشعب في انتخاب ممثليهم الحقيقيين، بدلا من أن يكون هنالك أصوات تأتي من محافظة دهوك ومن شقلاوة للتركمان. نحن لا يوجد لدينا تركمان في شقلاوة أو في صلاح أو في مصيف صلاح الدين كي يصوت لنواب أو مرشحين من داخل أربيل. يجب أن يترك إرادة أهالي كفري وأربيل أن يختاروا ممثليهم من التركمان بحرية، بدلا من توجيه أفواج العسكرية والبيشمركة بالتصويت لصالح بعض المرشحين المحسوبين للديمقراطي الكردستاني. طيب، هناك من يدفع إلى تهميش التركمان لدفعهم إلى خيارات أخرى، هذا ما ذكرتموه لإحدى وسائل الإعلام. من هم وما هي الخيارات؟ يعني أنا قلت بالحرف الواحد، قلت نحن من نحافظ على الدولة العراقية ولا نريد أن ننفصل من العراق، ولم نفكر في يوم من الأيام أن ننفصل من العراق، لكن الأجيال القادمة إذا ما أحس بأنه مغبون بالدولة العراقية قد يفكر تفكير سلبي تؤثر على وحدة العراق. هذا ما أكدته، ولحد الآن أؤكد بأن التركمان لم يفكروا في يوم من الأيام أن ينفصلوا من العراق طيلة 100 سنة الماضية رغم الإقصاء المتعمد. لذلك أدعو الحكومة في بغداد إلى عدم حصر الأجيال التركمانية القادمة في زاوية ضيقة كي يفكر تفكيرا ستؤثر على مستقبل البلد من الوحدة الجغرافية، وتؤدي إلى ما لا نطلبه نحن اليوم التركمان. نحن من حافظنا على العراق طيلة 100 عام، وسنحافظ عليها أيضا
خلال الأعوام القادمة. طيب، يعني لديكم طموح أو استحقاق بالحصول على نائب رئيس الجمهورية، وأيضا تأملون بالحصول على وزارة في الكابينة الوزارية، ولكن ماذا لو لم يتم تلبية مطلبكم؟ ما هي خياراتكم؟ أي الخيارات ستكون هنالك حتما اعتصامات، وهنالك اليوم الزيارة الأربعينية عند ما تنتهي، زوارنا اللي راح يرجعون أنا باعتقادي راح ينصبون خيمهم أمام المنطقة الخضراء، وسيكون لدينا اعتصامات في كركوك. لكن إذا كل هذه الأمور ما أتت بنتيجة، لدينا خيارات أخرى سنعلنها وقتها. طيب، يعني ما هو الدافع الذي يدفع السيد عادل عبد المهدي لعدم إعطائكم، خصوصا من أنه لديكم 9 مقاعد، يعني وتم توزيع المقاعد كما ذكرت حزبيا وطائفيا وقوميا، لماذا تم يعني استثناء التركمان من هذا الأمر؟ هل هو متعمد أو بدفع جهة أخرى؟ يعني أنا باعتقادي السيد عادل عبد المهدي لديه رغبة بإعطاء التركمان كابينة وزارية، ولكن يبدو أن هنالك ضغوط عليه بخصوص هذا الإقصاء، وأنا باعتقادي هذا الضغط ضغط سياسي وخارجي، وأسبابها واضحة في إبعاد التركمان في أن يكونوا في صنع القرار السياسي. أنا أؤكد بأنه الحلول القادمة لكركوك والمناطق المختلطة ستتعقد في المستقبل، لأن هنالك تمثيل للاتحاد الوطني الكردستاني ممثلا بالسيد رئيس الجمهورية، هنالك تمثيل للديمقراطي الكردستاني ممثلا بالسيد فؤاد حسين وزارة المالية، هنالك تمثيل سني عربي ممثلا بالحلبوسي والسيد والآخرين من الوزارات، فقط بقي الأمر متعلق بالتركمان. إذن كيف ممكن أن نذهب إلى حلول لقضية كركوك مستقبلا إذا لا يوجد هنالك تركماني في الكابينة الوزارية، أو إذا لا يوجد هنالك تركماني قومي في نيابة رئاسة الجمهورية؟ فهذه الأمور يجب أن تبحث بذكاوة، وإلا سوف لن يكون هنالك حلول إذا لا يوجد لدينا تمثيل في سيادة الدولة وفي الهيئة التنفيذية. نعم، ولكنكم رحبتم بالحوار حول كركوك شرط أن لا تتدخل أربيل أو السليمانية، بمعنى أنتم أيضا لديكم مناكفة مع إقليم كردستان. لازلنا نقول هذا الكلام، الحل يجب أن يكون حل كركوكلي بين مكونات كركوك، بين التركمان والكرد والعرب، نتفق نحن فيما بيننا على صيغة توافقية ونأتي بهذا الحل إلى بغداد. هذا الكلام طرحناه في أكثر من مناسبة، وسنقف مع هذا الطرح، ونحن من نريد إيجاد حلول لكركوك بدلا من أن تترك في أن تكون صفقة ما بين الإقليم وبغداد مستقبلا. ولكنكم لديكم قرارات واضحة، ذكرتم أنه بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، يعني قضية دخول البيشمركة إلى المحافظة أمر منتهي، أنه لن تدخل البيشمركة بعد الآن إلى المحافظة، وهذا ما يضغط عليه الكرد في محاولة عودة البيشمركة إلى المحافظة. إذن على ماذا تتفاوضون؟ يعني نحن لم نناقش هذا الأمر بهذا التفاصيل مع السيد رئيس الجمهورية، بل بالعكس قلنا نحن جادون في إيجاد حوار مشترك ما بين المكونات، ممكن أن نذهب إلى تشكيل قوات أمنية مشتركة من مكونات كركوك، من التركمان والكرد والعرب حتى المسيحيين، نشكل فرقة من الجيش العراقي ترتبط بوزارة الدفاع تتولى حماية محافظة كركوك خارجيا، والشرطة تحميها داخليا. أنا باعتقادي هذا الأمر اليوم فقط هذا مطروح في الاتفاقات ما بين السيد رئيس الجمهورية وما بين مكونات كركوك من التركمان والعرب والكرد. طيب، على ماذا سوف تتفاوضون حول كركوك؟ هل سيتم تعداد سكاني؟ هل سيتم انتخابات مجالس المحافظات؟
يعني ما هي الاتفاقيات حول كركوك؟ يعني هذا الأمر سابق لأوانه، نحن أكدنا بأنه ينبغي أن يتم تشكيل الحكومة ونرى شكل الحكومة ومشاركتنا في وقوة مشاركتنا في صنع القرار السياسي في بغداد كيف، وبعد ذلك نقرر ما الذي نفعله في القادم بهذا الخصوص، بدون أن يكون لنا مشاركة قومية وسيادية في صنع القرار السياسي. أنا باعتقادي لا يمكن أن نذهب إلى إيجاد حلول لكركوك والمناطق المختلطة. إذن حوارنا مشروطة بتمثيلنا السيادي وتمثيلنا الوزاري، خلاف ذلك لا يمكن أن ننجح في تحقيق الحوار بين مكونات كركوك مستقبلا. طيب، هل تعتقد أن الحكومة الحالية الآن بكابينتها الوزارية مع التكملة الكابينة الوزارية هي قادرة على أن وتمتلك من الدبلوماسية على حل قضية كركوك، خصوصا أن هذه التفاوضات تحتاج إلى مرجع؟ يعني هذا الأمر تعتمد على أولا إعادة الثقة ما بين المكونات، وعلى قابلية واستعداد السيد عادل عبد المهدي باعتباره هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهو أعلم بتاريخ كركوك ومعاناة الآخرين. الرجل عاشر معنا منذ زمن المعارضة العراقية، واكب هذه العملية، ولديه منظور اقتصادي وسياسي ممكن أن نتفق معه ومع السيد رئيس الجمهورية في إيجاد حلول. شريطة أن لا تفرض علينا حلول من خارج محافظة كركوك، وإنما نحن نريد حل من بين مكونات كركوك، لكننا نتفق عليها فيما بيننا بشكل توافقي دون أن يكون هنالك تأثير وضغط طرف على طرف آخر. نعم، يعني في 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 حال انه حلت ان شاء الله القضيه التركمانيه، انتم مقبلون على انتخابات مجالس محافظات، هل تعتقد من انه بهذه الحكومه نستطيع خوض الانتخابات وان لا ياتينا نفس الامور التي شابت العمليه الانتخابيه قبل اشهر؟ نحن لدينا شروط، نحن والعرب لدينا شروط بصدد مشاركتنا بالانتخابات لمجلس المحافظة، مشروطة بإعادة تدقيق سجلات الناخبين، بإعادة هيكلية مفوضية الانتخابات في كركوك، بإشراك مفوض تركماني في هيكلية مفوضية الانتخابات في بغداد، وكل هذه هنالك استحقاق قومي بضرورة أن يكون هنالك تمثيل قومي تركماني. دون هذه لا يمكن أن تتحقق لا انتخابات كركوك ولا حل أزمة كركوك وإدارتها المستقبلية. عودة إلى الأقليات، يعني هل تعتقد من أنه يعني مستقبلا سيسن قانون لحماية هذه الأقليات أو حمايتها من الكتل الكبيرة التي تحاول الحصول حتى على الكوتا من هذه الأقليات؟ يعني إذا كانت هنالك استراتيجية واضحة للكتل الشيعية والسنية والكردية أن يبتعدوا من الهيمنة على حقوق الأقليات، نعم ممكن، ومن ثم ممارسة الضغط الدولي باعتبار أن العراق وقع على قانون يضمن حقوق المكونات الدينية والعرقية، ممكن أن يبقى العراق في وضع ضغط دولي فيما إذا لم يبادر بقانون الاستعراض الدولي الشامل بالإقرار بقانون حقوق الأقليات الدينية. هذا الأمر واضح، وأنا باعتقادي سيمارس من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الأمم المتحدة ضغط دولي كبير، استنادا إلى العهد الدولي لحقوق الإنسان، واستنادا إلى المحافظة على قانون يضمن حقوق المكونات العرقية والأقليات الدينية أيضا. وهذا الأمر يجب أن تحسم خلال هذه المرحلة، وإلا
فإن الأقليات الدينية العرقية ستكون معرضة إلى الزوال، وبالأخص الأيزيديين والمسيحيين والشبك. طيب التركمان يعني تتوقع أنه يحصلون على نائب رئيس الجمهورية؟ يعني ماذا كانت رد المسؤولين عندما طلبتم باستحقاق نائب رئيس الجمهورية، وهذا مطلب تطالبون به في كل حكومة؟ يعني هذه المرة اختلفت كتلة الإصلاح والإعمار متفق مع كتلة البناء بتخصيص نائب رئيس الجمهورية للتركمان، وقد يكون التركمان يمثل السنة ويمثل القومية التركمانية. من طرف آخر هنالك تمثيل شيعي لأحد نواب رئيس الجمهورية، أي نائبين، نائب يمثل الشيعة ونائب يمثل التركمان ويمثل السنة أيضا بهذا الخصوص، كي يكون هنالك توازن في رئاسة الجمهورية. يعني فيما يخص يعني 9 نواب أنتم في البرلمان، هل يعني إذا استلمتم وزارة التخطيط فهي وزارة سيادية ربما تستنفذون جميع نقاطكم؟ أنا قلت بالنسبة للتركمان لديهم استحقاقين، استحقاق قومي ممثل بالتمثيل القومي والاستحقاق الانتخابي. نعم. حالنا حال بقية الآخرين. اليوم الكرد حصلوا على موقع نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حصلوا على 3 وزارات بما فيها وزارة سيادية، وزارة المالية، ولديهم أيضا وزارتين باقية. الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على موقع رئاسة الجمهورية، لديه 19 نائب بالبرلمان، وسيحصل أيضا على وزارة وإلى هيئات مستقلة. فإذا لماذا لا يحصل التركمان على منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب في الكابينة الوزارية؟ طيب السيد أرشد الصالحي، نأخذ فاصل ثم نعود لنناقش يعني ليس الأقليات بل الحكومة الحالية، قدرتها على الاستمرار، قدرتها على مكافحة الفساد. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام من جديد، وارحب بضيفي مجددا بالنائب ارشد الصالحي رئيس الجبهه التركمانيه. استاذ ارشد، الحكومه الان الحاليه هل تعتقد من انه هذه الحكومه قادره على ان تقوم بانجازات او تنفذ انجازات اكثر من الحكومه التي سبقتها؟ ما الذي، وانت كنت تقول انه كنت حاضرا في عمليات التفاوض ومن المطلعين، هل تعتقد من انه الكتل السياسية لديها الرغبة من أن تدعم هذه الحكومة إلى آخر لحظة، أم سنلاحظ أنها حكومة ضعيفة ليس لها يعني كتلة كبيرة تدعمها في البرلمان؟ يعني أنا باعتقادي علينا جميعا أيا كان، سواء كان شاركنا أم لم نشارك، نرشحنا أم لم نرشح لهذه الحكومة، يجب أن ندعم حكومة الدكتور عادل عبد المهدي.
لأنه دعم السيد عادل عبد المهدي ليس دعم شخصي، وإن دعم لإنجاز متطلبات شعب بكامله معرض إلى الانهيار الأمني والخدماتي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي. إذن علينا أن لا نكون حجر عثرة أمام التخطيط أو منهاج السيد عادل عبد المهدي، حتى وإن اختلفنا معه، لكن يجب علينا أن لا نكون حجر عثرة. بشكل عام المهمة الموكلة للسيد عادل عبد المهدي حقيقة صعبة، والوزارات التي أوكلت إليهم هذه المهمات قسم منها لا تلبي طموح ما كان يفكر به السيد عادل عبد المهدي، بل أنه أيضا تم فرضها من قبل الأحزاب السياسية. المهمة شاقة وصعبة على السيد رئيس الوزراء، ولكن أنا أؤكد مرة أخرى علينا أن لا نكون أنانيين ومصلحيين في هذا المجال، لأن القضية لا تؤدي إلى خسارة السيد عادل عبد المهدي أو إلى خسارة الوزراء الحاليين، وإنما سنخسر جميعا لنتجرد بعض الشيء من مصلحيتنا ومن أنانيتنا، وأن نفكر بشعب صرفت أمواله، هدرت حقوقه منذ العام 2003 لحد الآن لا نجد ماء شرب في البصرة، لا يوجد لدينا تعيينات للشباب والعاطلين وحملة الشهادات، لا يوجد لدينا كثير من الأمور البسيطة، الماء والكهرباء هي أبسط مقومات الحياة للأسف نحن بحاجة إليها، فكيف ممكن أن نؤمن للأجيال القادمة لما بعد 25 سنة؟ ما الذي سيحصل أحفادنا وأحفاد كل الشعب العراقي من مستقبله؟ علينا جميعا أن ندعم، حتى وإن كانت الحكومة ضعيفة يجب أن ندعم بقوة حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، وذلك لمصلحة شعب مغبون مظلوم مهدور حقه بكل المعايير. طيب، ولكن يعني يأتيك واحد يقول لك هو شنو اللي تغير؟ يعني رؤساء العملية السياسية هم أنفسهم من 2005 أو 2003 ولحد الآن، شنو اللي تغير؟ هل نعول على صحوة الضمير، أو نعول على أنه الآن علموا أنهم يهدرون أموال العراق وأن العراق يعني سائر نحو الهاوية؟ ما الذي تغير؟ يعني لم يتغير شيئا نحو الأحسن، بل للأسف تغيرت نحو الأسوأ، وهنا ينبغي على صناع القرار السياسيين منذ العام 2003 أن يجلسوا ويتحاسبوا مع أنفسهم بأن المال السياسي الذين وفرت لهم في إيصال أحزابهم عبر انتخابات مزورة إلى سدة الحكم سوف لن يتمكنون من إيجاد مخرج لشعبهم، لذلك عليهم هؤلاء الذين تربعوا على عرش السلطة منذ العام 2003 أن يبتعدوا قليلا، حتى وإن كان إعلاميا، حتى وإن كان سياسيا، يعني حقيقة الشعب مل من بعض الوجوه الكالحة التي جثمت على صدر العراقيين ولم يحقق لهم شيئا سوى السرقة وهدر المال و يعني خراب الدولة وانتشار الفوضى، فعليهم أن يبتعدوا قليلا ويعطوا فرصة للشباب وللأجندات التي تريد أن تخلق استراتيجية وإعادة بناء الدولة العراقية. علينا أن نتطور نحو المستقبل الأفضل، للأسف اليوم نحن نترحم على مجلس الإعمار والإسكان اللي أنشئت في العشرينيات والثلاثينيات، المفروض اليوم إحنا مو نقول في العشرينيات والثلاثينيات كان عندنا مجلس الإعمار، مفروض إحنا اليوم نرتقي إلى مستوى بحيث أن الأجيال القادمة يترحم لحالنا. لذلك أنا أدعو
السياسيين القدامى أن يبتعدوا بعض الشيء وأن يدعموا هؤلاء الوزراء وهؤلاء الكفاءات بأفكارهم بدلا من أن يثيروا قضايا تؤدي خلافات عرقية وطائفية مرة أخرى. لحد الآن لا زالت الطائفية والمذهبية تنخر في جسد الدولة العراقية، لا زالت هنالك كثير من أمور متعلقة بالنزاهة وبالفساد تنخر بجسد الدولة العراقية، والكل يقول أنا لست مسؤول. لا، الجميع مسؤولون، من شارك في إدارة هذا البلد مسؤول عن أي نقطة تحصل يحصل لهذا الشعب المظلوم. طيب، ولكن سيد أرشد الصالحي، إذا كان السيد عادل عبد المهدي يريد أن يدير الدولة فهو يجب أن يحارب الفساد، وإذا حارب الفساد سيحارب الكتل الكبيرة، والكتل الكبيرة سوف تقول له نحن من أتينا بك، أجئنا بك لتقضي علينا، ما المسألة هناك خلط. وباعتقادي استقالة السيد عادل عبد المهدي حسب قوله جاهز فيما إذا مورس عليه هذه الظروف، يجب أن يترك لحاله، إذا مورس عليه ضغط سيقدم استقالته، وهذه ستكون كارثة أكبر في ظل تهديد السيد عادل عبد المهدي بهذه الأمور. يجب أن يتجرد الأحزاب الكبيرة حتى الذين توافقوا في الإتيان بالسيد عادل عبد المهدي، عليهم أن يحاسبوا من كان فاسدا وسارقا للمال العام. تعتقد سيد الصالحي من أنه الكتل الكبيرة ستسكت في حال قام السيد عادل عبد المهدي بمحاربة الفساد؟ يعني أنا باعتقادي سيتم فضحهم إذا لم يتم محاسبتهم. كيف ممكن أن تؤدي بالبلد؟ اليوم الجميع يطالب المرجعية، الشفافية، المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، وما كان يدعي به رئيس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي بخصوص الفساد. الفساد موجود، فإذا هذه يتطلب من القائد الجرأة والشجاعة في الإقدام لهذا الأمر، وإلا سوف لن نكون قادة نستحق قيادة هذا البلد. القائد يجب أن يكون شجاعا وصارما ومتخذا القرار دون أن يأبه بأي نقطة حتى وإن كلفته حياته. طيب، هل يعني هل تعتقد من أنه نسبة حصول هذا الشيء، يعني بمعنى السيد عادل عبد المهدي في حال أنه استقال، هل رئيس الجمهورية سيكلف شخص آخر أم أننا ذاهبون باتجاه حكومة إنقاذ؟ يعني أعتقد أنه أي فشل في إدارة السيد عادل عبد المهدي ما معناه فوضى بالبلد، لأن لم يبقى مجال أمام الشعب لأن يجرب رئيس وزراء من نوع آخر. حتما ستذهب القضية إلى قيادة عسكرية أو حكومة طوارئ، يتولى رئيس الوزراء القادم الأمور بإصلاح العمل عسكريا، وهذا الأمر وارد جدا في الدستور العراقي. نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة، لأننا نريد أن تستمر هذا النظام بشكل سلس. ولكن لو يعني أستاذ أرشد، لو سوينا عملية حسابية، هل السيد عادل عبد المهدي سيحارب الفساد؟ يجب أن يحارب الفساد، كيف سيدير الدولة بدون أن يحارب فساد هو الذي أوقف الدولة؟ طيب، إذا حارب الفساد هل ستسكت الكتل الكبيرة؟ لا، ما راح تسكت الكتل الكبيرة، إذن ستضغط، إذن سيستقيل، إذن ستحدث الفوضى، ما هي معروفة. يعني حسب ما هنالك قرارات للسيد عادل عبد المهدي وما أكده في المنهاج الوزاري بأنه سيضرب بيد من حديد للفاسدين، يبدو أنه هو الآخر استند على بعض الأطراف القوية داخل مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص، وإلا لا يمكن لأحد أن يأخذ هذا المنصب
وبالأخص في هذه المرحلة الحساسة دون أن يكون له ظهير قوي في معالجة قضية الفساد الإداري والمالي. ولكنه رئيس تسوية، هو ليس الخيار الأبرز، هو رئيس وزراء للتسوية. يعني السيد العبادي هو صاحب مقولة سأضرب من حديد، وخرج وقال هناك أكثر من 50,000 فضائي وكذا 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 وسنحارب الفساد، ثم بعد ذلك سكت إلى نهاية دورته الانتخابية. يعني الرجل حتى وإن كان يبدو أنه مرشح تسوية، ولكنه تسوية من أطراف قوية، سواء كان في الشارع وسواء كان داخل قبة مجلس النواب. لذلك الرجل مدعوم من هذه الأطراف، وهذه الأطراف التي اتفقت على التسوية يجب أن يدعموه هم من الأول، وإلا مناطقهم ستكون أكثر عرضة للخسارة وللفوضى أكثر من المناطق الأخرى. هل تعتقد من أنه بهذه الحكومة العراق مقبل على صفحة جديدة، أم أننا سوف نبقى نتعثر بالماضي؟ أيا كان، علينا أن ندعم الحكومة ونتفائل ونعطي فرصة للوزراء الجدد رغم ما أخذنا عليهم. علينا أن نفتح الطريق أمامهم، وأن لا يستغل الوزير بالتعيينات من قبل المتنفذين، وبذلك يتم إيقاف استجوابهم عندما يعملون بعض الأمور لصالح الأحزاب والقوى السياسية، وأن يكون الوزير وزيرا قويا لا يأبه ولا يخاف، حتى وإن استجوب فليأتي إلى الاستجواب بشكل قوي، بشرط أن لا يرضخ لضغوطات الكتل السياسية ولا إلى توقيع العقود الوهمية أو الدخول إلى تفاوضات مالية. يجب أن يكون الوزير متجرد من كل هذه الأمور، عليه أن يعمل بقوة ويبدأ من وزارته أولا، ويلقي بالفاسدين وسراق المال العام ويسلمون إلى القضاء. هذه أول عمل يجب أن يقوم به الوزير الحالي. طيب، يعني هل تعتقد من أنه الشعب العراقي سينتظرهم إلى حين أن يقوم بأمورهم؟ الشعب العراقي ينتظر متى تتشكل الحكومة، يعني يعتقد من أنه إذا تشكلت الحكومة سوف تنتهي، يعني ربما أصعب الأيام التي يمر فيها، ولكن تشكلت الحكومة، وماذا لو شكلت الحكومة؟ شهر، شهران، ثلاثة، ستة أشهر لا تعني شيء. لا ننسى هناك تظاهرات موجودة في جنوب العراق. لذلك أنا أقول الوضع القادم صعب أمام السيد عادل عبد المهدي والكتل السياسية والسادة الوزراء، الجميع سيكونون في خطر، ليس فقط طرف معين. لذلك يجب أن لا تؤخذ القضية باعتبار أنها إسقاط لحكومة عادل عبد المهدي. الإسقاط هذه المرة انهيار العملية السياسية، هي ليست إسقاط لحكومة السيد عادل عبد المهدي. يعني لماذا تنهار هنا، يعني تنهار العملية السياسية؟ هناك جيش، هناك منظومة يعني تستطيع أن تحافظ على الأمن والاستقرار إلى حين تشكيل حكومة جديدة. كيف ممكن أن تحافظ على الأمن والاستقرار؟ هذه تجربة البصرة كان واضح لدينا، بحيث حتى المحافظ بدأ يقف مع الجماهير الغاضبة، رؤساء العشائر، قادة كبار الجيش هو الذي وقف مع المتظاهرين في كثير من الأمور، بحيث بدأ لا يطلق النار عليه لأنه يعلم بأن الشعب مظلوم ومغمور. ولذلك الأمر صعب كثيرا جدا، ولا يمكن أن يعمل الجيش في قمع الشعب، وأن رئيس الوزراء أكد بأن الجيش لا يمكن أن يقمع الشعب وإنما لحماية الحدود الخارجية. فالقضية أنا باعتقادي قضية الجميع، وليست قضية حزب معين أو لون معين. النائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.